قفلت ولا فتحت ولا كنت قفلت على صباعك؟ حاجة غريبة قوي يعني، حاجة غريبة حقيقي. سلام عليكم. عامة انا معديها لك بمزاجي، انا لو كنت عايز اخليهم يستنوك لما تفتح كنت خليتهم يستنوك، بس انا مراعي الجيرة والعشرة برضه. وانا مراعي انك مراعي، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمايلك. اسويش خير كده. دكتور سامح عاوز اللاب توب بتاعه شهاب، شال وخلصوا له شهاب. لسه ما لعبتش اللي عديه. عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مرة قبل كده، التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده شهاب؟ ده حته جديده كده استلقطها، هنعمله من وراها مصلحه حلو. يا شباب بس الله، الحته دي يا ابني مش شبهنا. واحنا مكتوب على وشنا الصيني ده رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ ايوه، بس الرزق النظيف ده عمره يعني ما فكر يهوب ناحيتنا. الله، يا ابني الحته دي ما يقلش تمن عن 5000 جنيه. اديك قلت 5000 جنيه، وتقول ايه بقى الشعب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. والنعم العظيم ما حد جابه، ده هو جال لوحده. جال لوحده؟ جال لوحده ولا الواد هيسا جه وزقه عليك؟ اعترفت يا هيسا يا ابن الكلب. طب اسمعنا بس يا عم درويش، انا هفهمك. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مره قبل كده بدل المره 1000. اللي زي هيصه ده واي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش عرفك بس ان هو سرق يا عم درويش، مش ممكن يكون شارب مجهوده؟ يلا يلا احيه، اجري انا اجري، هات لي منديل انا، هات لي منديل انا، امسح الريال اجري. عم درويش دي تجاره، تجاره والتجاره حلال، معروفه في اي حته. بعدين لو انا ما اشتريتش من هيسا مثلا يعني، ما هو الف شهاب غيره هيشتروا. الف اسم ملطوط، ريحتهم وحشه. يا ابني اعمل معروف، انا بحب امشي دغري، ما بحبش المشاكل. عم درويش الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. وبعدين عم درويش انت عايزني دلوقتي اعمل ايه وانا اعمله؟ هرجعه تاني للواد هيسا؟ يا حبيبي ترجعه للواد هيسا؟ ترجعه للواد هيسا؟ هقو هقو. طب بتقول انا اقوى ام درويش؟ بتتريق عليا؟ بقول لك ايه، ولا شوف البتاع ده يتفتح ازاي، لازم نعرف مين صحابه ونردوا له. شوف، ما فتحته قبل كده. فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطاريه. وريه. حته حلوه طبعا. طبعا عجبك مجايبي؟ ايوه يعني، بس البتاع ده يعني مفيش اي سكه نعرف مين صحابه. بص احنا نقلب بقى، ممكن نبدا بالفيسبوك. افتح ام الفيسبوك. دكتوره ناديه ابو العزم اهو، ربنا ظهر الحق، طلعت دكتوره وناديه بالعزم، اسم فيلل وقصور عم درويش. هتلاقي ست مليانه ومريشه وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتوره نادي ابو العزم، فداك يا دكتوره نادي ابو العزم. هتلاقي جابت ثلاثة غيره. جابت ثلاثة غيره بس هتبلغ عندها، ولو بلغت عندها هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه، يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده عم درويش؟ انا هاخده افحصه بقى، اطلع منه اي اسم، اي رقم تليفون، اي عنوان، المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك يا ولا، هي الصور هنا فين؟ الصور؟ هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان؟ ما تهضمش، بقول لك الصور منين؟ تقول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجوده فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري. فين؟ في الجاليري. ناس في الجاليري.
ريتني كنت قلت الجاليري. احبك. الله 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 الله. يا نابل بتتلوى كده ليه؟ كيو كيو حبيبي كيو حبيبي. الله يا راجل انت متوقف على بعضك. انت اتحبلت ولا ايه؟ كيو حبيبي. يا سينابوي تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ الانطس انطس تتايع الانطس لغوصيهم على بعض. عيني مش هتبطل الوساخه اللي انت فيها دي بقى. ايه انطس دي؟ دي اللي بتعمل لي كل حاجه. اه بتغسل الهدوم وتطبخ لي الطبيخ. دي الهاوس كير. الهاوس كير البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني لعلمك بقى. طوب ارض المكس كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي عيبه لغوصت ايه؟ ده انت لو لغوصت تروح في ستين ده هتجيلك سكته قلبيه الله يخرب بيتك. ده جبل ده جبل يا علاء. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص والله راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقطعك مش عايز يشوفك. بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين؟ كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربي احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه؟ لو عايزنا نتغدى معاك بنتي تيجي تفضل جوه مش عايز اشوفها. فاهمني؟ ده هي اللي طبخه الطبيخ. طبخه الطبيخ مش طبخه الطبيخ. تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوق في حاجه تانية يا نبوي؟ لا قول لو ليك شوق في حاجه تانية ده انت تضيع يعني. ده انا من جدك الله يخرب بيتك. ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخيه لوحدها والجمبري لوحده عشان انا ماليش في الغواصه دي. ماشي؟ ماشي يا نبوي؟ ماشي. ماليش حاجه كده 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 تلوى عليا الله يخرب بيتك. المحل ده مش بتاعي، ماليش دعوه بالنسخ المضروب والافلام السكس بتاعت عم درويش. بتاعت انا، الافلام السكس بتاعت انا. طب يا باشا كنت دور عليه وسعيكم، طب حرام عليكم محل ملوش ذنب. انا بني ادم زيكم على فكره، ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق. تسلم ايديك يا انطس. ما انا سايبك ساعه بتقلب في الموزس. يا واطي يا واطي انا بحاول الاقي حاجه تدلني على اصحاب البتاع المسروق ده. طب ما تسيبني اقلب معاك. لم نفسك يا نبوي لم نفسك بدل ما لمك. عليا النعمه ما كنت بخاف من ابويا قد ما بخاف منك. رتب يلا. طب ما انا قلت لكم من الاول يا باشا، قلت لكم بتدوروا على ايه وانا هساعدكم. اسالني هساعدكم والله هساعدكم. طب ايه يا بيزي؟ طيب طب ايه ده منظر محل خش تاب. احنا مكتوب على وشنا الصيني يعني اخرنا تاب صيني من ابو ال 600 جنيه. انا افتكرت يا باشا افتكرت افتكرت المسدس ده بيفكر. احنا فعلا جالنا تاب. حتى انا استغربت جدا قلت هو التاب ده مين اللي جابه؟ قام صاحبه قال لي بتاعنا. قلت له طب انت عايز ايه يا صاحب التاب ده؟ قال لي فكني الباسورد. قلت له هفك لك الباسورد. فكيته بالفعل والحمد لله العمليه نجحت. وراح قال لي جدع يا شاب وراح اتكل على الله. النعمه العظيمه ما اعرف والنعمه العظيمه ما في تاب جاي يا باشا. ايه لازمته الفيلم الاجنبي ده؟ ايه يا عم شوزنكر طيب؟
يعني بسم الله ما شاء الله ديك اهو ده ضغط المكان وبسم الله ما شاء الله. يعني لو كان في اي تاب هنا كان قال انا اهو. انت عارف يا لا لو طلعتي بتكدب عليا هنعمل فيك ايه؟ وانا اعرف منين ما انتوا اللي هتعملوا. بس انا ممكن اتوقع هتموتوني؟ احنا مش طيبين قوي كده. هتقتلوني؟ يلا يلا ايه هتعملوا ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ ايوه يا باشا ما لقيناش حاجه. تمام تمام يا ريس مستني الرساله. مع السلامه. الشاي يا سنبوي. طب روح انت وانا هاجي اساعدك. نبوي اساعدها بجد. سيدة بيه انت فيك حيل تساعدها؟ يا راجل يا راجل دي انطس دي هتتصدم فيك صدمة عمرها. اي والله هتتصدم فيك صدمة عمرها. بكهرباء يا ولد كهرباء.